حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، ومساكم الله بالخير. مثل ما عودناكم سوفكم قصة من موروث الدارمي. بيعملك عيبر بذاك الوقت، الوادم تطلع كعيبر تمشي لغير دولة، تمشي للسعودية، تمشي للكويت، تشتغل على باب الله الوادم. مرات الكعيبر يلزمونهم بالطريق الحدود، في يوم من الأيام شرطة الحدود لزمت لها واحد كعيبر عابر الحدود تهريب، لزموه ذبوه بالتوقيف سجنوه. فالمواجهة السبت والأحد، فالناس القريبة تيجي تشوف، اللي يجي يشوف ابنه، اللي يجي يشوف أخوه، المرة تيجي تشوف رجلها من هذا القبيل. فهذا الزلمة من العراق وكعيبر وغريب بديرة، فما حد جاي يوم السبت، فلزم الشباك وباوع والخنقة والغربة كلها الملتمات عليه، وقال بيت دارمي، قال السبت قضيناه شي قضي الأحد، السبت قضيناه شي قضي الأحد، ولا تصد للشبات يا المالك أحد. أحبتي المشاهدين، هذا من موروث الدارمي كما رواه الضيف لنا اليوم. ضيفنا مبدع جدا وشاب المبدع السيد ياسر القصير. بعد روح أهلا وسهلا سيد، حياك الله. أهلا بيك. الله يحفظك، شلونك مولاي؟ شكرا للدعوة، الله يسلمك. الله يسلم لونك، حياك الله سيد، قواك الله. تسلم، قوا الله حيلك. تعبان؟ لا شوفتكم تريح التعب إن شاء الله. فدوا روح لك مولاي، فدوا روح لك سيد. أسمع منا قصة. قصة هي مش قصة بس يعني موقف صار وياي. إي يلا. عنده صاحب يعني زلاته كثرا، يوميا طالع لي بشي، يوميا زال لي وياي بشي. ف صاحب صاحب لو صاحب، المهم صاحب، نقول صاحب. لا انت هم نحدد لنا يعني صاحب، خلينا نقول صاحب، خلينا نقول صاحب ان شاء الله، يعني هو صاحب. خوش صاحب. اي فقلت له بزلاته من عديه ترست لي شوله. الله الله الله، الله عليك. بعد روح بزلاته من عديه اي ترست لي شوله، غير اني نسيت وفات والفش لقوله. الله 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 الله. اسمع منك دارميات سيد. دارميات خير ما ابتدئ به الى سيدي ومولاي ابو الفضل العباس عليه السلام. يقول يتراجف اي وممدود ومضيع دواه، يتراجف وممدود ومضيع دواه، ومضيع دواه الشط من العباس بيخر على السا. الله اكبر. الله عليك. الله الله. وادركت حتى الماي مر من ذوقه، أدركت صار الماي مر من ذوقه، ربطنا مهل الضيم مو فوقه فوقه. الله الله عليك. الله يسلمك. الله الله. ربطنا مهله، أدركت حتى الماي مر من ذوقه يا أبويا، وربطنا مهل الضيم مو فوقه فوقه. الله. وحتشك يغث تدري بس يلا مقبول. إيه حتشك يغث تدري بس يلا مقبول، بس يلا مقبول، الحامل حج الديان كل شي حمل. قول. الله 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 الله. الحامل حج الديان كل شي حمل. قول. الله. ولا تنتج على الناس كذابة ديها، لا تنتج على الناس اي كذابة ديها، كثرهم خادع ذاك وانتش عليه. الله الله. الله يسلمك. الله الله يسلمك. ويا الرحت روح عليك تدرم عفتها. حلو. يا رحت روح عليك تدرم عفتها، تدرم عفتها مثل تجيها بليل زعلانة بتها. الله. شلون عيد هذا البيت؟ يا رحت روح عليك تدرم عفتها، تجي تدرم بالليل مو؟ مثل تجيها بليل زعلانة بتها. اي شافت لها واحدة زعلانة بتها، هاي عجايزنا القديمة. والله للسهلف. الله الله. أبد للصبح ما تسكي. شي سكتها بعد؟ أبد والله. لما يطر الفجر. وطايح. اي. ولحظة الباب ما بيه يهد. هو لا. طايح ولحظة الباب. ما بيه يهد. ما بيه يهد ومنكسر ظهر علي كسر المخدة. الله 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 الله.
سيد ياسر القصير. نعم. دائما اسمع هاي الكلمه. انت اليوم على الشباب زين. نعم. دائما اسمعها عندكم الشباب تقولون الشباب مظلومين اعلاميا، ليش ترفعون هذا الكلام؟ لا هسه ماكو، يعني ما اعتقد اكو واحد مظلوم يعني بهذا الوقت، يعني اريدك تصارحني بهذا الموضوع. يعني يجوز انت يمكن بالفتره الاخيره كانوا، انا ما اريد نحكي سوالف بس لا هذا ما اريد نحكي سوالف، نقرا الشعر. اريد انا انه من خلالك ومن خلال البرنامج ومن خلال الحوار انه رساله للشباب، احنا مو متضايقين من كلام الشباب، لا بالعكس. صحيح. برنامج للشباب وكل احنا بطاقتنا الله يوفقك ويا الشباب. بس اشوف دائما يقولوا الشباب مظلومين اعلاميا، الشباب مظلوم اعلاميا. السيد هاي قبل مظلومين اعلاميا، لكن هسه يعني هسه بالنجف عندك منتدى الغاري هسه يعني برئاسه فقار الشبلاوي. تحياتنا لله يوفقه. يعني هم كلهم شباب، والامسيات هسه قاعده تصير يعني كلهم اللي يصعدون بها شباب. تمام. هو الحيدري هم هسه بهاي الفتره ماكو واحد مظلوم اعتقد، يعني الا مثلا ما عنده شعر، ما عنده شعر بعد شو تسوي له؟ كتبوا له شعر. وكل من يكتب الروحة هسه كل من خلص روحك؟ اي خل اسمع منك سيد بعد. يقول مثل الرجل هيموت بالبيت لك حاد، مثل الرجل هيموت بالبيت لك حاد، بالبيت لك حاد وبالمدى ان شاء الله تفوت يا لقمة الزار. الله 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 بعد روح الله يسلمك. الله. مثل الرجل هيموت بالبيت لك حاد وبالمدج، وبالمدج ان شاء الله تفوت يا لقمة الزار. الله. وها تريد ها ما جيت ها هسه والقاك، اتريد ها ما جيت ها هسه والقاك، ها هسه والقاك تله يزاد الحار مثله وياك. الله 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 الله. وتستخف روح بشوق من تمر روح، خوش تستخف روح بشوق من تمروها مثل الولف هاليوم فطار ابوها. الله 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 الله. تستخف روح بشوق من تمروها الله مثل الولف هاليوم فطار ابوها. سيد ياسر القصير. نعم. من هو الداعم للشباب الاول في النجف الاشرف؟ هسه احنا تحدثنا قبل شوي انه يعني مع الاسف ما لهم داعم. الشباب ما لهم داعم بالنجف؟ اي ما لهم، يعني هم هسه حاليا هم قاعد يدعمون ارواحهم. هو قلت لك منتدى الغري اللي هسه افتتح جديد، هو من هذا يعني هسه امسيات قاعد تصير يسوون مهرجانات. ولا قبل ما يعني قبل كل ما يصير مهرجان يعني نفس الوجوه، الشباب ما لهم وجود. شنو السبب؟ صراحه شنو السبب؟ ما ادري والله السبب، ما اريد نحس احنا بس ما اعرف بعد. انت مبتعد عن ال انا ما احشي عن نفسي. انا مبتعد جدا، يس اني مبتعد هواي عن ولاحتك ولا التقي. ليش؟ بسبب ظرفه والله، بسبب العمل مالتي. يعني ما اقدر اكون دائما متواجد. زين. فانا ما احشي عن نفسي، بس احشي عن الشباب الباقي، اكو شباب من داخل النجف. اي. يعني اصير مهرجان بس تروح الصف وترجع، يعني ما. ليش؟ مع الاسف ما يدعون. هاي قبل بس هسه قلت لك من صار افتتحوا منتدى الغري، يعني صارت بي حركه ان شاء الله، وان شاء الله بجايات الله يوفقهم. شنو السبب على نفس الوجوه؟ علاقه؟ غير شيء؟ ما اعرف بعد، هم اهل المهرجان وكيفهم. طيب اذا تريد تسوي مهرجان انت اليوم يا هم تصعدهم الشباب، اريد خمسه من عندك بس. خمسه وايد ما شاء الله. اي خمسه صعدهم مهرجان. عندك فاضل ميالي مثلا. تحياتنا للسيد ابو الضمير الشبلي. تحياتنا. وعبد الخالق الجاسمي. ايه. ومولين اخوي هم باسم القصير. لا باسم شاعر. ها ايه والله والدك وباسم. وبعد هواي عندنا والله قلت لك هواي. فقار الشبلاوي بعد هواي عندنا شباب. بس ما تحضرنا اسمائهم. من هنا ما اخذ حصته بالاعلام؟ او فرصته بالاعلام. والله قلت لك تحدثنا، انا قلت لك يعني الشباب بالفتره الاخيره هسه توهم يعني بدوا يسوون منتديات هم، او يعني الامسيه هم يسوونها بس للشباب. تمام اسمع منك دارميات. رحم الله دارميات ان شاء الله خادمك. العفو.
يقول المنيح شمرته تقوم وتقل منهي. لا حول الله. المنيح شمرته تقوم وتقل منهي وتقل منهي شارف خشمه ضايع ودع على شنهي. اي والله على شنهي شكو وملاش ابوي خادم عيد هذا البيت. المنيح شمرته تقوم وتقل منهي الله شارف خشمه ضايع ودع على شنهي. الله 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 وملاش ابوي وشيخ ربع بزمانه ما اخذت من مالات جد واحد انا. الله 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 ملاش ابوي وشيخ ملاش ابوي وشيخ ربعه بزمانه ما اخذت من مالات جد واحد انا. يا سلام. وعافوني ربعي عافوني ربعي وشان خال الظعن جاي اي وانا على ناقه تروط مردفهم وياي. الله 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 الله. وذل روس المعليات وقته رفع روس ذل روس المعليات وقت ورفع روس وقمت السلام اشريه من ربعي بفلوس. لا حول الله. ربعك هواية؟ ربعي اي عندي عندي ربع واحد. بس هذا؟ هو بس واحد قلت لك. بس حتى ما رد نحسبه بعد راحت خلصت هي راح كل منه بطريقه. خلصت العلاقة؟ خلصت. تحبه؟ لا راح بقى. حبيت ياسر؟ هاي حبيت؟ هو ماكو واحد ما حب ترى هذا الوقت ماكو واحد ما يحب. ايش كتبت على الحب؟ الحب يمكن هن ذن الكاتبين كلهن على الحب. شلون؟ حتى مال العوس تلقى بيها وجع مال الحب. ليش؟ بعد هو يمكن يعني هو الدافع الاول اللي خليك تكتب. جرحك جرحك الكبير. خلنا نسمع. يقول ما تنغفر وياك واغفرها يا هواي. اي ما تنغفر وياك واغفرها يا هواي واغفرها يا هواي مو سهلة زلت ريل عن السشش هاي. الله 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 الله. وما لي بعشرتك ضال واهس ورد ليك. الله. ما لي بعشرتك ضال واهس ورد ليك قطع الدلو بنصبير ظن انقطع بيك. الله الله. وخلصن جرود عليك وتعلى صوتي خلصن جرود عليك وتعلى صوتي والبس وشق ظليت بهدوم اخوتي. الله 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 الله. خلص انا جرود عليك وتعلى الله صوتي. الله الله. والبس وشق ظليت بهدوم اخوتي واطرق ببيت علي ودريبة ماي. اطرق ببيت علي ودريبة ماي. ودريبة ماي طرقت الشال وخاف ناسي لحاية. الله 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 الله. جميل جدا يا ياسر. يا بعد روح. جميل جدا. نروح فاصل للموروث ونرجع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم مع الموروث. من الموروث للمرحوم عبد الحسين ابو الشبع. دشداشه سوده وعين سوده على مملوح. دشداشه سوده وعين سوده على مملوح. هذا ويمر عليك شي يسوي بالروح. دشداشه بيض عليك مو كلش تلوق. دشداشه بيض عليك مو كلش تلوق. البس السودة وفوت يتخبل السوق. حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام عدنا اليكم من جديد مع المبدع ياسر القصير. حياك الله ياسر. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. خير بشوفتك. فجأة اروح لك تعبان وامورك. لا ان شاء الله ماك تعب. ابياتك السولف. قلت لك هو بعد هي مشانت فترة وراحت الحمد لله. يلا اسمع منك دارمي. تسمع دارمي خادمك يقول ناس أهلي ناس أهلي والميتين والعد غالي. الله. ناس أهلي والميتين والعد غالي بس انت والديان دوم على بالي. الله 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 الله. بخنصرك منك فيت توميلي يا هواي بخنصرك منك فيت توميلي يا هواي وانا اهلي وجيراني يوم ولك وياي. الله الله يسلمك. الله يسلمك. الله الله. وانا اهلي وجيران اي بخنصرك من نتفيه توميلي يا هواي وانا اهلي وجيران وانا اهلي وجيران يوم ولك وياي. الله. يذمونك وترضين ويضكني نوحي. الله. يذمونك وترضين ويضكني نوحي سفرة شريم شطول خلقك يا روحي. الله الله. وانكسر ظهر وعاي
ينشد بعد بيش مو حايط شردون ربع منقع ليش. الله الله يسلمك. الله 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 انكسر ظهره وعاي ينشد بعد بيش. الله مو حايط شردون ربع منقع ليش. الله الله بهجرك بهجرك على الزعطوط ما ارفع صوتي. يا حول الله. الحق الحق طحت فد نوب من عين اخوتي. اويلاه 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 اويلاه. ياسر من هو صاحب الفضل عليك؟ الفضل عليك بشنو؟ بكتاب الدارمي. بالكتابة لو بالإعلام؟ بالإعلام بالكتابة. خلينا نجي الكتابة من هو صاحب عليك فضل عليك بالكتابة؟ بالكتابة يعني أنا أقول لك يعني مثلا بمن تأثرت كنت أسمع للكل أنا أسمع الموروث أسمع شعراء النجف شعراء الديوانية وحتى للشباب بس صاحب الفضل الإعلام علي هو الفيسبوك أول شيء. فيس فيسبوك شلون هو انا ثاني هو يعني ابيات وصلن قبلي والشعر يوصل اي الشعر يوصل نعم ف يعني هو صاحب الفضل الاول علي هو الفيسبوك بالاعلام زين ومنتدى الحيدريه للشعر الشعبي تحياتنا تحياتنا للشعراء الرئيس سالم عيال العبساوي منتدى الحيدريه كل التوفيق لهم الله يوفقهم الله يوفقهم. الفيسبوك صح فضل عليك؟ اي الاول والثاني قلت لك منتدى الحيدريه الشعر الشعبي. هسه مستمر نشاطاتكم بالمنتدى؟ بهالفتره متوقفين بسبب انه ظروف الماديه بس ان شاء الله بالجايات عندنا هواي نشاطات وان شاء الله اكو هواي يعني سوى مهرجانات. شنو شنو الخلافات الصايره بالحيدريه؟ شقاقات وهذا منتدى وهذا منتدى وذاك لا هذا يروح هذا يجي لا ان شاء الله حتى ذاك زعل زعل الحبايب فماكو يعني لا مو زعل بس يعني اي ما خلافات يجوز مثلا اختلاف بالراي ف اي بالاخير هم احباب احنا احباب ان شاء الله ما خلاف هذا دي. حلو يزيد من الحركه الشعريه هذا الموضوع هذا صار ايه يصير مو يصير تنافس نعم كم منتدى عندكم بالحيدريه بالحيدريه ثلاث منتديات يا هنا شو اسمه منتدى الحيدرية للشعر الشعبي ومنتدى حكايات ومنتدى الفراغ كل التوفيق تحياتنا للجميع تحياتنا لهم اسمع منك دارميات يا ياسر خادمك يقول مشيتك شو بهداي من صحتك وجيع مشيتك شو بهداي من صحتك وجيع مالت مسير موش مالت فوازيع الله بلعبة الختيلان ويانا حب شلون؟ بلعبة الختيلان ايه ويانا حبه يلبد وكان عليه ياخذني قلبي الله 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 بلعبة الختيلان ويانا حبه شنو هذا الجمال سيد يا سلام يا سلام شنو البساطة والسهل الممتنع يا بعد الله عليك سيد الله يسلمك بلعبة الختيلان ويانا حبه يلبد وكان عليه ياخذني قلبي يا سلام الله الله وما شفت منها الخير بس ضيم الايام ما شفت منها الخير بس ضيم الايام بس ضيم الايام وكان طفل حظه وين ما نعسينا الله يسلمك الله ان شاء الله حظك حلو سيد ان شاء الله وين حظي حلو شو ما شفت لسه ليش سيد ايش بي حظك سيد صارحني ايش بي حظك يعني مثلا مو زين ما قاعد ابد ليش هاي بعد هو هذا حظي هذا حظي وقسمتي مثل ما يقولون الحمد لله شكر على كل شيء شنو المشكله بالموضوع منك من عنده من حظك هم منوت هي من كلها التمت سوء شلون بعد لا هو السوء يعني سيد اكو حكي بعيونك وحكي بداخلك بس انت ما جاي تحكي لي مو هي بعد فاتت هي بعد فتره خلاص طلع ليه من نحسبيها ما تستاهل والله فتره وقضت ما تذكره لا هي مو شبه السهوله انه تنسى لك انسان لكن هو بعد راح لمن تحكي بيه لمن الذاكره حتى اذا ما تنسى تتناسى افضل افضل لك وافضل له نعم الله يساعدك سيد روح ان شاء الله حظك بمستقبل الايام يكون حلو لا وانت حظك حلو ترى سيد يعني بس انت مش شايم ليش ما ادري ليش خربان وين روحك ما ادري الحمد لله وشكر ماشيه اي بس انت خربان وروحك يعني ما مقتنع بحظك ما ادري
بس انا اعتبر حظك حلو سيء صدق. شنو؟ ها؟ شنو والله؟ والله سيد حظك حلو من توصل لقلوب الواد. يا بعد روحي. اي. فدوا راحت لك الحمد لله. هاي انت محظوظ. هاي محظوظ ترى سيد. هاي نعمة كبيرة والله. مو؟ الحمد لله. بس هو المفروض الشكر يعني هو صاحب فضل عليك بهذا الموضوع خلاك من خلاله يكون دافع لك. اي صحيح. مو تمام؟ صحيح بس. صاحب فضل؟ بس شنو؟ سيد بس هو يعني تدري يعني هذا وجع ما يكون هذا وجع انت اخو مو يعني تنسى الوجع كله. لا لا ما تنسى. لا انسى والك فضل. الله يسعد حظك يا سيدي. بعد روح. بدور احلك. بعد روح. اسمع منك دارميات. دارمي يقول الغيران وجه اثنين وانقلب لونه. يا ابوي. الغيران وجه اثنين. وانقلب لونه. شيلتهم ومنشال تابوت وبونه. الله 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 الله. الله الغيران وجه اثنين وانقلب لونه شيلتهم ومنشال تابوت وبونه الله وفراش مو بالبيت تشوله محطوط تشوله محطوط خاف افس حال بيك واسحق الزعطوط الله الله بغرفتي اصفرك ذيس صارت نظيفه بغرفه اصفرك ذيس صارت نظيدة ومو سهل ون عليك ون تريد الله سلمه الله ون بخاطره بوجيع ايه ايه عيد هذا البيت سيد اللي يريده بخاطره عيده بغرفة صفرك ذي صارت نظيدة الله مو سهل ون عليك ون تريد ولا تظن روحك حوك يا الماخذ اخوان لا تظن روحك حوك وصلنا هسه نتيجة الماخذ هواي قنطره ومن جواك فاتش كثر ما الله يسلمك لا تضر روحك حوك يا الماخذ هواي لا حول الله قنطره ومن جواك فاتش كثر ما وقلوله اي قلوله ذقنا الزاد قبله وقضى الطيب ومن قمنا خلها تفوت تالي المعازيب الله يسلمك الله يا سيد يا بعد روح الله عليك يا سيد الله يسلمك الله سيد ياسر الله. انت يا مواليد؟ انا 97 97؟ نعم ايش كتاباتك مال مال شايب مال شايب سيد مال شايب حقيقه يعني هو شوف الشعر لا يقاس بعمر متفقين على نعم عمر. نعم لا يقاس بعمر لا ينقاس ب احنا شباب مواليد 2003 وهاي مده زمنيه ما ينقاس نعم. ابد ما ينقاس الابداع ابداع نعم. بس ما شاء الله سيد قلت لك الوجع يولد يولد سيد هسه انا من يمي احترقت روحي انا قلبي قام يجان عليك سيد الله يسلمك انت ابن عمي سيد قلبه. ابشر سيد نفزع لك انا والمشاهدين والكادير وكلها الله يسلمك بس بعد لا بعد تخلص بالفزعه بعد ما تلحق بها فزعه راحت والله تمام المشكله هي وين تجد نفسك بالشعر؟ بالدار اكيد وين السلسله اللي حطها سلسله نفسك؟ لا تقول لي الاخير و لا اكيد اكيد انا بالاخير اكيد اي هسه قلت لك ورا اخوتي احمد ظهرهم لا لا رحم الله عمران عرف قدر نفسه نعم بس شو تشوف نفسك بكتاب الدارمي سيدنا شاهد الله انه بكتاب الدارمي انا ما اخلي نفسي لا الاول ولا الثاني ولا مو الاول بس وين اذا مش اخيرهم وياهم سيد اذا نعدوا كتاب الدارمي تنعد انت يا بعد روح الله يسلمك مثلا انا اقصد مثلا على الشباب اذا مو الشباب انا اخيرهم انا اقول لك الشباب اذا انعدوا كتاب الدارمي في النجف وفي الفرات الاوسط وفي العراق ينعد ياسر القصير يا بعد روح الله يسلمك انك مبدع يسلمك وشاعر شهاده منك والله حقيقه شاعر ومبدع وسيد يعني قله ما نلقى انه اللي يكتب بيت دارمي صح دارمي ينكتب صدره عجز هواية كل شوية ودارمي صعب ترى بالمناسبة يعني صعب كلش شنو الصعوبة الموضوع؟ يعني صعب هو مثل ما يقولون انه هي قصيدة مضغوطة ايه انت عندك كان لازم فكرة ولازم انه شطرن تخلي بينها سمرات انت عندك فكرة ايه تخليها مثلا بقصيدة تطلع حلوة بيت قصيدة بس من يجيبها الدارمي ما تطلع حلوة لان شنو الدارمي يريد مثلا صورة قوية كلش زين يلا انه بصير ذاك ويا بيت قوي واضح بيئتك ساعدتك على هذا كتابة اللون هذا؟ عايش بيه انت؟ اي والله بيئتي
يعني الناس قصدك مثلا الناس البيئة والظرف العايش بيه ساعدك على الظرف يمكن، لكن انا عندك اصدقاء يعني تعرفت عليهم واخذ رايهم بالدارمي هم تعرفت عليهم عن طريق التواصل الاجتماعي. حلو. اي فيعني الناس المقربين بيه مو يمشي على شويه بيت دارمي. متمنى انت كاتبه متمنى هواي والله سيء واحد هواي شهد الله هواي يجي على بالك هواي مو حتى مو بس النجف هواي شباب يعني من المحافظات. انت مثلا بيت تقول تمنيت ان هذا البيت انا كاتبه مو ما اذكر واحد وخلي واحد قلت لك هواي لا مو تقرا لواحد لا انت متمني شوف عاجبك وتردد بيه ومتمني انت كاتبه. شوف انا هسه ما مخلي بيت يعني بيت واحد ببالي لكن مثل هواي من اسمع بيات الشباب اقول اه والله بيت هذا شباب موروث كذا بيت متمني انت كاتبه. قلت لك سيدنا شاهد الله هواي فهسه ما يحضرنا شاهد الله اسمع منك دارمي يا خادمه يقول كون اغبى شعل السوق والقاها هيعة يا ابويا كون اغبى شعل السوق والقاها هيعة والقاها هيعة وقلبه اللي يحن لك بيش ما كان ابيع اوف الله وانفتح جرحي وسال كل دمي بجفاك هلا انفتح جرح وسال كل دمي بجفاك كل دمي بجفاك من كبر فتحة زيد صدرك لذولاك الله الله يسلمك الله يسلمك بعد روح مولاي الله الله عيد هذا البيت انفتح جرح وسال كل دمي بجفاك الله من كبر فتحة زيد صدرك لذولاك أوي لا الله يسلمك أوي لا سيد شوي نجعل الغزل والله سيد براحتك يقول القذل عندنا المخرج ما اخفيك سر وما اخفي المشاهدين يحب الغزل استاذ حمزه يحب الغزل يعني مرات يقول لي الحلقه اذا ما فيها غزل هو ومحمد الجواد ها يقول لي من اشتغل الحلقه ها وما اسمع غزل بالحلقه يقول قطع واسي يدلل المونتير محمد جواد يدلل استغفر زين اخو هاشم علي زين يعيد الحلقه ثلاث مرات ثلاث مرات يعيدها على مود انه يسمع غزل بيها. بعد انا حطيت لك النقاط على العروف انت بعد كيفك. يقول القذله فوق العين اي نزلتها حاجوز يا ابويا القذله فوق العين نزلتها حاجوز اوف بالخزر لو مو بطين متماطل يجوز الله 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 القذلة فوق العين نزلتها حاجوز بالخزر لو مبطين نتماطل يجوز نتماطل يجوز وبي لك حضنة شوق ما تبرد اسبوع بي لك حضنة شوق ما تبرد اسبوع ما تبرد اسبوع ويلتفت منها المار طق طق تروح الله 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 يسلمك الله وما ذيني بس ما اقول شو مسوي فرقاك اوف ما ذيني بس ما اقول شمسوا فرقاكم غالبوا يا دموع عين اضحكوا يا الله 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 مفرفح اي واريد وياكم حومر الموق احو مفرفح واريد وياكم حومر الموق ومحومر الموق ياهل ويمشي يريد ويمه للسوق الله 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 خلي يكشف المضموم حذر الغليش خوش لها خلي يكشف المضموم حذر الغليشة نعرف بيش نغيض قلب الشريشة يا ابويا عيد هذا البيت خلي يكشف المضموم حذر الغليشة اي نعرف بيش نغيض قلب الشريشة بما نغيضه عندنا لازم عليه مالك شوف ليش احنا ما نهطرنا بالضباب عافية زيد بعد روح عافية ابن عمك والنعم منك يقول قامت تكره الروح كل شي اللي ينسام قامت تكره الروح كل شي اللي كل شي اللي ينسام من كثر مال البيع عرضتني الايام الله لحن ربك الله, الله والمال قال بضيج خل ينتش عليه مثل اللي عثر ذيال ثوبه ويقع بيه ما حد يحبها لقيت ويهمه نوحي وقفت مرة على الباب مكروهة روحي الله عليك سيد بعد روح الله يسلمك طبعا ما بقى عندي إلا الوقت القليل سيد حقيقة الحلقة شيء من الجمال وشيء من الوجع وشيء من الفراق وشيء لازم يعني خليط
باقة ورد مثل ما يقولون من كل لون فيها. سيد هو وجه وين الورد في الموضوع؟ اكو ورد اسود؟ ها؟ اكو ورد اسود؟ لا هذا الورد الاسود خلنا نعطيك معلومة. هذا احمر قاني. زين. فيعني قست عليه الشمس، قست عليه الظروف فصار بهذا اللون. هو مو اسود يعني ماكو ورد اسود. زين هو احمر طاغي الحمار على الموضوع. نعم. فانتم لا تقولون اكو ورد اسود. على حسب مشاعركم. انتم هم داروا اهل الورد الاحمر مو صحيح؟ اي بس هو كل من يحس يعني بقلبه كل من يلزم وردته. اي كل من يحس ضيمه ولا بقلبه كل من يلزم وردته. اي مولا. بقات عندي دقيقتين او دقيقه، انت حر الاختيار بالقراءه. خادمك اقرا لك الشباب. تحياتنا لهم. تحياتنا لهم. فاضل الميالي. تحياتنا سيد فاضل الميالي. تحياتنا سيد فاضل الميالي. يقول الابن حقي يريد ودر التبونه. الابن حقي يريد ودر التبونه يا عل توصل عوز بينا على هونه. الله 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 الله. وسيد مؤمل الطويل. سيد مؤمل سيد استاذ. تحياتي. يقول اردهج وبلا شور وبلا يمنه. ايه زايد نفر حسيت روحه على هنه. الله الله. إيه. ابو الضمير شبل. تحياتي ابو الضمير. يقول كل ساعه تعيل وياي وتقل لاخوه. اه كل ساعه تعيل وياي وتقل لاخوه وتقل لاخوه كانك تريد تطيح من عين قوه. الله 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 الله. وعبد الخالق الجاسم. تحياتنا عبد الخالق. تحياتنا. يقول ما قارد شف بيوم بس ثغر الوجوه. والنعم منه. ما قارد شف بيوم بس ثغر الوجوه. بس ثغر الوجوه اللي يخلى جيبه يصير عند ربعه مكروه. الله الله الله. والاخوي باسم القصير. اي والله قرانا لباسم. قرانا لباسم. باسم يقول الفاجد امه شلون عايش زمانه. الفاجد امه شلون. الفاجد امه شلون عايش زمانه عدل امه ومن تنام استاحشان. الله 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 الله. ويقول ما عدنا واهج ذيش تعلولة العام. ايه ما عدنا واهج ذيش تعلولة العام. تعلولة العام خلانا ضيم شفاك نتعشى وننام. اوي لا يا ربي. الله الله. يعني همين باسم نفس الوضعية نفس الوجع. يوم الشوم هاي بعد اكثر مني. اكثر من هذا الوجع. ايه تحياتنا لسيد باسم. وانا اشكرك يا سيد. وكنت خفيف الظل وكنت مبدع. الله يسلمك. ولك مستقبل جميل. بعد روح شهاده منك مولاي. الله يحفظك. شكرا لك وشكرا للدعوه وشكرا لحسن الضيافه وان شاء الله ما تعبنا المصورين والكادر وكنا حفظنا. لا انت اخذها مني محمد وحمزه وعلي من قريه غزل. رضوا عليك. الله يسلمك. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك يا سيد. شكرا لك كل التوفيق. شرفتنا ونورتنا. اتمنى لك التوفيق يا حبيبي. الله يسلمك. الى هنا اعزائي المشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصه دارمي. انتظرونا مع مبدع اخر. الى ذلك الحين في امان الله. Thank you.